في القرن العاشر قبل الميلاد ظهر خط المسند كواحد من أقدم الخطوط التي عكست المستوى الحضاري والمعرفي الذي كانت تزخر به الدولة الحميرية والسبائية في العهود القديمة. ظل هذا الخط لفترة طويلة الخط المستعمل في الكتابات، واعتبره بعض المؤرخين الخط العربي الأول إلى جانب خطوط اللغات السامية الأخرى. يتألف خط المسند من 29 حرفاً غير مترابطة ولا تحتوي على حركات أو نقاط، ويكتب بطريقة هندسية تعكس الرقي الحضري لمنظومة الدولة آنذاك. تعد اللغة اليمنية القديمة شاهدة على عظمة الحضارة التي مجدت الكتابة والتدوين عبر نقوش المسند المنتشرة في الجبال والوديان والألواح والتماثيل. خلال العقود الماضية عثر على العديد من الألواح والنقوش السبائية في محافظات حضرموت، مأرب، الجوف، البيضاء، شبوة وغيرها من المناطق، حيث تمكن المتخصصون في النقوش من فك شفرة أول نقش سبائي، الأمر الذي فتح الباب لمعرفة محتوى العديد من النقوش والآثار الأخرى. يتمحور ما ترمز له هذه النقوش حول مواسم الزراعة والحصاد والانتصارات العسكرية، فيما لم تزل مئات الألواح من دون قراءة حتى الآن. اليوم وفي ظل تعرض الهوية اليمنية للتجريف والتهديد الوجودي، توجه العديد من اليمنيين نحو تعلم اللغة الحميرية كشكل من أشكال الالتفاف حول الذات اليمنية وتعزيز القومية اليمنية لدى الأجيال القادمة. وكمظهر من مظاهر تعزيز الهوية والحفاظ على التراث، بادر الحراك القومي اليمني لإعلان يوم 21 من فبراير من كل عام، والذي يعد اليوم العالمي للغة الأم، ليكون يوم المسند اليمني، حيث أقيمت فعاليات على أرض الواقع وأخرى افتراضية عديدة تحث على تعلم اللغة الحميرية وتدعو إلى تعلمها في المدارس. بختبرك، هذا حرف ايش؟ هذا ايوه. وهذا احسنت.